عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم في قناة نفهم دروس مجانية مع مستر محمد علي النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المعادن والنشاط الكيميائي طبعا إحنا بنشوف بعض الفلزات بيختفي البريق بتاعها أو اللمعان بتاعها اذا تركناها معرضه للهواء فتره من الزمن وهذا يدل على ان هذه الفلزات او هذه العناصر بتكون نشطه كيميائيا يعني ايه نشطه كيميائيا يعني تقوم بالتفاعل مع الاكسجين بمجرد تعرضها للهواء الرطب فهناك امثله على ذلك مهم جدا نعرفها عندي عناصر نشطه جدا كيميائيا مثل البوتاسيوم والصوديوم، يبقى هنا البوتاسيوم والصوديوم من العناصر النشطة جدا كيميائيا حيث تتفاعل مع الأكسجين بمجرد تعرضها للهواء الرطب، ولكن هناك بعض المواد مثل الحديد والألمونيوم والنحاس تتفاعل مع الأكسجين بعد فترة. يعني بيبقى معايا مثلا قطعة حديد بسيبها بعد فتره لقيها تصدأ وقد تصل هذه الفتره الي عده ايام طيب ايه السبب؟ ليه البوتاسيوم والصوديوم بيتفاعلوا بسرعه بينما الحديد والنحاس والالومنيوم يتفاعلان اقل وذلك لان نشاطهما بيكون اقل وهناك ايضا مواد يصعب ان تتفاعل مع الاكسجين. مثل الفضه والبلاتين والذهب نظرا لانها ضعيفه جدا في النشاط الكيميائي، لذلك تستخدم في صناعه الحلي اللي هي الزينه اللي الستات بيلبسوها الذهب والفضه والحاجات دي كلها ولذلك تستخدم المواد قليله النشاط مثل الفضه والذهب والكروم والنيكل. في تغطية أو طلاء المواد القابلة للصدأ مثل الحديد وذلك لحمايتها من الصدأ والتآكل. طيب إيه التطبيقات الحياتية اللي موجودة في حياتنا وبنستخدم فيها الفكرة دي؟ أولا طلاء الكباري المعدنية وأعمدة الإنارة بين الحين والآخر، ليه؟ لحمايتها من الصدا تغطيه قطع غيار السيارات بطبقه من الشحم السبب برضو لحمايتها من الصدا غسل اواني الطهي المصنوعه من الالمونيوم بجسم خشن اللي احنا بنسميه السلك بتاع الاواني او المواعين يبقى غسل اواني الطهي المصنوعه من الالمونيوم بجسم خشن وذلك لإزالة الطبقة المتكونة وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس الأول اللي هو المادة وخواصها والنهاردة تكلمنا عن المعادن والنشاط الكيميائي ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بتعليقاتك الجميلة وياريت لايك علشان نستمر في خدمتكم نشكركم وتحيه خاصه من قناه نفهم دروس مجانيه تحت اشراف مستر محمد علي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته